أيضا يعني كنا شاهدنا دعم من الرئيس السابق دونالد ترامب للعملات المشفرة. طبعا هو يخوض حملة انتخابية جديدة، واليوم يعني أيضا أعلن أنه سيقبل التبرعات لحملته الانتخابية بالعملات المشفرة. ففي حال فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية، ماذا سيعني ذلك لسوق العملات المشفرة؟ هو اكيد دلوقتي يعني في المجال السياسي، وانا مش معلق سياسي، ان المتسابقين او المرشحين للمناصب الرئاسيه بيحاولوا دايما يشدوا اكتر عدد من المجموعات انها تدعمهم، والمتعاملين والشركات المتعامله في العملات المشفره هي سوق كبير وله حجم وله ثقل ومعها ولديه تمويل، فبالتالي ده تحرك سياسي اكثر منه تحرك ليه علاقه مباشره بسوق العملات المشفره. بس مما لا شك فيه ده بيوضح ازاي ان العملات المشفره في السنوات القادمه، في الخمس او 10 سنوات القادمه، هتبقى اسيت او اصل اساسي من ضمن المحافظ الاستثماريه، وان كل المعوقات اللي بنشوفها حاليا في التشريعات هي معوقات سببها عدم وجود وضوح كافي من المشرع انه ازاي هيتعامل مع العملات المشفره. لكن هي العملات المشفره ما فيش من ذات نفسها خطوره او شيء يمنعها من انها تبقى مشرعه. لو فاز ترامب او بايدن انا اتوقع ده مش هيعمل فرق كبير، ان هو الفرق كله هيبقى في عدد التشريعات اللي هتطلع وسرعتها. أيضا محمد، يعني مطلع هذا العام شهدنا إدراج لـ ETFs البيتكوين، ولابد من أن هذه الـ ETFs تحرك تداولات البيتكوين إلى حد كبير لدى خروج أو دخول الأموال إليها. واليوم تمت الموافقة على يعني ETFs الإيثر، ولكن ننتظر أن يتم إدراج هذه الصناديق في البورصة الأمريكية. فمتى نتوقع ذلك، وكيف برأيك ستؤثر على تداولات الإيثر؟ زي ما حضرتك قلتي بالظبط، الايثر الموافقه تمت، تعتبر نص موافقه، فهي موافقه من ناحيه المبدا، لكن زي برضو ما حضرتك وضحتي هو لم يتم ادراج، فما فيش تعاملات حتى هذه اللحظه بتتم على الايثر. من المتوقع ان احنا نشوف مستوى مماثل، مش لازم يكون بنفس المدى اللي حصل مع البيتكوين، لكن مما لا شك فيه هنشوف مستوى مماثل من التحركات على أسعار الإيثر، وبالتبعية تحركات قوية على مستوى الألت كوينز، لأن الألت كوينز دايما بتتبع الإيثر أكتر ما بتتبع البيتكوين. هل ده هنشوفه قبل نهاية السنة 2024؟ ده شيء هيعتمد كاملة على المشرعين وعلى سرعة الإدراج. النقطة الثانية اللي لازم ناخد بالنا منها إن احنا داخلين على فترة أجازات، والحجم التعاملات اصلا بيقل مع وجود الضبابيه اللي موجوده حاليا حول معدل الفائده من امريكا. كل دي حاجات بتخلي الوضع مش واضح قوي، فالسوق لسه مش متزن اتزان كافي عشان نقدر نحكم احكام واضحه او ندي توقعات على المدى القصير.